السلام عليكم، صايم بالشرح حل الأسئلة لموضوع مادة الثري تمنت كامل. بإذن الله إذا حلينا هاي الأسئلة إحنا تمكننا من المادة إن شاء الله. تمام، الأسئلة هيها لي هون: What should be the maximum volume of rapid mixing in coagulation tank having a flow rate of 0.4؟ تمام، الفوليوم إحنا بنعرف إنه الفوليوم، نعرف إنه إحنا بشكل عام الكيو تساوي متر تكعيب على سكند. انا ايش بدي فوليوم، يعني بدي ايش متر تكعيب، يعني بدي اضرب التايم. تقول لي تمام، يعني ايش عادي معطيني الكيو، طب التايم ايش بده مني؟ ماكسيموم فوليوم، يعني بدي ماكسيموم. طيب بد ميكسينج، بد ميكسينج بالكوجوليشن. طيب الكوجوليشن يعني وين تجيب، يعني لو تقعد 1000 سنه ما راح تعرف انه وين تجيب. احنا بنعرف انه عندي ريكومنديشن ستاندرد، ريكومنديشن ستاندرد للتايم هو عباره عن 30 ثانيه، صح؟ تقول لي اه، فالجواب 12. التايم بجيبه من ستاندرد. سؤال ثاني، قل لي should be the overflow rate in sedimentation 7 متر depth to meet the criteria of water work in sedimentation. قال لي water work in sedimentation، يعني جملة بالسلايدات بالrecommendation تبعت sedimentation. الoverflow rate كم بده اياه، كم الكيو؟ طبعا انا بعرف انه الفيلوسيتي بتساوي كيو على اريا، بتساوي اك على ثيتا. تمام، الاك 7، الثيتا كم؟ اللي 4 ساعات، شو 5.75 أور. انتبه إني ما حولت الأور لأنه هو طال الوحدة الفيلوسيتي لكل أور. تمام. Which of the following treatment method suited water having 10 NTU؟ 10 NTU يعني أقل من 15 NTU، معناته direct filtration، فمعناته الجواب تكون عندي coagulation، flocculation، filtration without sedimentation. يعني هو هون فعليا في sedimentation، بس إنه 10 NTU فين دي سيدمنتيشن، فويثاوت. في خيارات كثير وكلهم بخربطوا، فركزوا وانت تحط الجواب. تمام، عندي اصعب سؤال، هذا السؤال بنخليه لبعدين، صعب كثير. بقول لي هون ان كونجيوليشن اند فلوكيوليشن ذا الوم ادد شود بي ريموفد ليتر بري اكشن وذ افيلبل بايوكربونات، وات شود بي دان ذا بايوكربونات واز انسفيشنت. عارف انه اذا حكينا انسفيشنت الـ pH راح يقل مع التفاعل، عشان هيك أنا لازم أرفع التفاعل من خلال إضافة اللايم. Lime should be added to raise pH. If the following dysfunction is the best use in respect with the appearance of friction bio product اللي هي DBS، قلنا أحسن شيء بخصوص ظهورها إيش؟ UV. كمان في UV كلوراين أوزون، فنختار الـ UV. All the following considered، ملاحظين إنه أغلبه حفظ للتفاعل. All of the following considered advantage for using dual media filter instead of a single layer. Dual media filter، قلنا يعطيني ريت عالي، فلما يعطيني ريت عالي معناته بده bulk wash أقل. Less bulk wash. وفعلا الجواب filter filtration rate يعطيني dual filter run عطينا إياه وشفناه more effective. لو تفتح على السلايد بتلاقيه كامل. More head loss أكيد إذا كان سريع بيكون عندي head loss قليل. If the following statement is not true about slow sand filter، صحيحات ما عدا واحدة. Always applied after sedimentation، هذيك للربط. لو ما في coagulation and flocculation، الباقي كله صح. The chlorine does in dysfunction tank reduce the break point. That means all reducing agents have been reduced with chlorine. The amounts of break point، في جملة قالت لي زي هيك. Most of chlorine has been oxidized. قلنا بريك بوينت النقطة اللي ما فيها ايش؟ كلورومونايز مور. اني اديشنال كلورايند ويل بي افيلبل از ريتشوال، حكيناها هاي. ذير از نو مور نيتروجين، 5 اول. صحيح. اسئلة حل: كلورايند از يوزد فور برايمري ديسانفكشن اوف ووتر تريتمنت بلانت ذات تريتس ربع التكعيب لكل سنة. بدري از برايمري باثوجين اوف كونسنتريشن. بلانت اتشيفز 3 لوج، 3 لوج يعني 1 على 1000، على النوت يعني 1 على 1000. از ا بلوك فلو كونتاكت، قول لي بلوك فلو رياكتور، قول لي بلوك فلو رياكتور بنطبق معادله البلوك فلو رياكتور ان تساوي ان نوت اي قوه ماينس كي في تي، اي بنطبق كي ستار، كي ستار هي كي في تي قوه ان. قال لي كوفيشنت اوف ديليوشن يساوي 1، يعني نمبر اوف جين 1. تمام، السيكند تركيز، قال لي التركيز هو برايم كونسنتريشن 2،
the coefficient specifically 3 اللي هي الكي ستار والكي بشكل عام 0.265 الكي ستار هي اللي بيكون الكفر كاملة. ايش بده الفوليوم؟ فايش انا بعمل؟ الفوليوم هو بيساوي الكيو في التايم، فبطلع ايش؟ التايم. كيف بطلع التايم؟ بتساوي النوت في ايكوز ماينس كي في تي الان 1 على ال انا على النوت لما قسمته 1 على ال الكي ستار هيها تي طلعت 13 منت 13 منت ضربت الكيو وحولت سكند لانه الكيو معطيني اياها بالسكند تعطيني 196 متر اكثر مهم تمام. قال لي 0.02 ملم سيلت بارتكل كومبليتلي ديستابلايز يعني الفا تساوي 1 adding alum and r passes through completely mixed flocculation basin CSTR. قال لي CSTR تطبق معادلة معادلة هاي معادلة بالسلايدات basin cube is 3 متر dimension يعني ال VB basin 3 dimension of water entering flocculation flow rate Q 0.09 is the efficiency of the flocculator and removing particle that given 250 اوميجا تساوي 5 10 قوة سالب 5 الفا تساوي 1 what is the efficiency of its flocculator tank تمام. الافشنسي نعرف انه الافشنسي بتساوي cn C out على C N صح ولا لا؟ C N اللي هي N not C out اللي هي N out C N اللي هي N not فهي هاي المعادلة هاي الإفشنسي إيش بعمل أنا؟ بدي أطلع هسا إيش؟ N على N not كيف بتطلع N على N not؟ ببساطة بطبق معادلة هاي K C N Q out هي معادلة C S T R بال K بدي أطلع الأوميجا معي C معي أعطني إياهم وقفت طلعت معي K طبق هاي المعادلة Q أعطاني إياها النوت بدي إياها Q معي N معي شي إياها بس أنا معي N على النوت إيش N على النوت أنا بدي أطلعها يعني لما صفت المعادلة لما تصفت زي هيك في B اللي هي 3 متر مكعب K هيها صفت المعادلة طبعي 5.77 N على النوت وكذا natural efficiency 83% شلون نكون وصلت هي عباره عن CSTR efficiency اخذناها بالكابتر 4 الماس بالانس وحلينا according to the recommended starter for water works the tension time in rapid mixer قال الرابيد مكسر اقل شيء 30 سكند حكينا هذا الشيء هذاك اكبر من 30 منت drinking water treatment plants use a circular sedimentation basin للcircular circular تمام ركز عليها circular راس نشوف ليش الدب 3.5 والديمتر 21 كريت ربع Therefore, water. Ever silt particle with three different size. يعني three different size. أي circular واحدة ثانية. تمام. 32% إيش منهم 0.01 مليمتر. 44% 0.03. 24% 0.04. الرول البارتيكل 2100. رول الواتر 1000 كذا. What is the percentage of particle removal? أنا بدي أحل هذا السؤال. هذا السؤال معطيني ثلاث أحجام. احنا حكينا لما يكون عندي اكثر من حجم بحسب السيتلينج فيلوسيتي لكل وحده وقارنها بالكيو تمام او بقارنها بالفلوريت فبحسب الفلوريت اللي هو اتش على ثيتا تمام اتش على ثيتا هاي الثيتا الاتش اللي هي 3.5 الثيتا هاي قانونها بالسلايد هي كيو على اريا الثيتا اللي هي في على كيو فوليوم كم فوليوم المساحه تحت الدائره ايش في الدبث ايش كيو الفي على كيو الكيو ربع اعطاني اياها فطلعت معي الفي هيك فايش اذا طلع سيتلينج فيلوسيتي فبطلع سيتلينج فيلوسيتي لل 0.01 مليمتر طبق القانون شو اللي بيختلف عندي بكل وحده فيهم بس هذا القانون في هاي اللي هي الديمتر فهذا بيطلع معي هيك وهذا بيطلع معي هيك وهذا بيطلع معي هيك مين اللي فيهم سيتلينج فيلوسيتي اعلى لاحظ انه 9.17 اكبر من 7.2 ولا لا صح معناته اللي راح يترسب نسبتهم 0.04 ال 0.04 كم نسبتهم 24 راح يترسب 24 هو 24 شرحناها دي watering and deobsing of solid and liquids in water treatment collecting from the settling tank in a process known as sludge process موجودة بالسلايد بس حاولت ادور عليها ما لقيتها شوفوها انتم معكم محذوف يعني
طيب تمام. clean water it was to throw a bit uniform sand. لما قال uniform صار قوانين uniform. density of كذا. sand grain حجمها كذا. shape factor كذا. raw كذا. نش بس في كرفتي أعطاني raw جاهزة. القلب تساوي كذا والبروزيتي كذا. اللي assuming هاي كذا هاي كذا هاي كذا. فطبق قانون ال HF. فتحة. فتحة وين بجيبه من هذا القانون. القانون وين تجيب؟ تجيب الرين نمبر. الرين نمبر من وين؟ من هون. معطيني إياهم. وضع الرين نمبر طلعته. فتحة. نفس الطريقة. هيدلوس. طلعه. معي بوين خمسة. تمام. في عندي هون. The drag force acting on the particle in sedimentation basin depends on all of the following factors expected. بيعتمد عليهم كلهم. بيعتمد على viscosity أو. density of water بيعتمد على density of water particle diameter بيعتمد بيعتمد على velocity بيعتمد ايش ما بيعتمد بيعتمد على density of particle قانون او كذا هكذا هاي كل تعريفهم شو اللي ما ضل عليه ضل density of particle. هذا السؤال a drinking water treatment use a circular clarifier. لما قال لي circular clarifier يعني الاريا دائرية treat لكيو بوينت كذا 15 carrying a silt particle 0.02 مليمتر ميتر افرج دنسيتي 2200 ايش انا بدي اطبق بده الاريا بده الديميتر للكلاريفر يعني انا عندي هاي الكلاريفر تمام هاي الكلاريفر وعاء ايش وعاء اللي بدي احط فيه سيدمنتيشن قال لي بده الديميتر باللون الزهري خلينا نرسم بالزهري الديميتر هذا هذا الديمتر كيف بدي أجيبه؟ أنا عندي قانون يقول لي القانون AB يساوي AB هذا القانون صح؟ AB ثاني هاي AB بيساوي هذا صح؟ كل المعطيات فطلعت AB بس AB اللي هي الأريا هو ما بده أريا بده ديمتر طيب الأريا أريا إيش؟ على أربعة تربيع صح؟ طلعت الأريا من القانون كم الديمتر؟ هو بطلع معي 27 20 متر طيب هذا السؤال السؤال CSTR reactor holding 50,000 gallons uses ozone as a primary disinfection يعني الفوليوم 50,000 هذا السؤال عن disinfection اللي تريد 10 مليون جالون بردة الكيو 10 قوة 6 ozone is bubbled into the water it passes through the tank to reach the target 3 log يعني N النوت العكس 1000 given the coefficient of specific reliability اللي هي الكي 2592 coefficient of dilution اللي هي الان تساوي 1 من كي في سي قوة ان minimum ozone بده minimum ozone concentration طيب هاي بدنا نحلها سؤال مش محلول هون بس مع بعض تمام شو بعمل انا هسه هذا CSTR لما يقول لي CSTR فبطبق معادلة للأس CSTR الان تساوي نوت واحد زائد كي ستار في ثيتا ثيتا اللي هي في على كيو تقولي تمام على النوت كم واحد عال اللي انا ثري لوج الواحد قسمت على النوت يعني واحد زائد كي ستار كي ستار كم بتكون كي في سي 2592 في سي هو بده السي ضرب ايش فوليوم الفوليوم كم 50,000 كم الكيو 10 10 قوة 6 كم السي هيك كم السي سي بتطلع معي 77 ملغرام لكل لتر في سؤال شكنا عنه سؤال هذا صراحة ما بدي أحله ولا نفسي أورجي حدا أحله ليش بدي أشوف واحد فيهم كم واحد فيهم الفلتريشن أو سؤال الكوجيليشن تمام بس ايش دعمل انا بدي احله اللي حاب انه يحله لحاله ويتاكد من حله حله شوف الجواب النهائي صح معناته هو فاهم مليار بالمية مش فاهم ما طلع مع جواب معناته حله يعني هو لسه مش فاهم بده يرجع يتمكن اكثر تمام السؤال كل جارتست يوز تو ستدي فلوكيوليشن لابراتوري جارتست ابراتس از 4 لتر الفوليوم تساوي 4 لتر تمام باتش رياكتور
batch reactor. ركز على batch reactor. In which water sample is placed? Coolant is initially added and it's stirred as a concentrate. If stirs in bars 6 × 10^5 وات. يعني P تساوي 6 × 10^5 وات. اللي باور ار جيفن سبيد ذير ار انيشيالي 10^1^7 لانه 1/10^7 بارتيكل ان ذا جار ابراتس. ركز معي اوف 0.05 ملم ديميتر. ديميتر للبارتيكل 0.05 ملم. هاو ماني بارتيكلز بير لتر؟ عدد هاي بير لتر افتر 30 مينت. يعني تي بتساوي 30 مينت. اللي إذا هو كمبلوتي تم بكتم زايد 1001 ميو تساوي كذا. السؤال يا سيدي العزيز، أنا لو حليته ويطلع معي مشكلة هي بالأنوت. الأنوت اللي معي بعرف كم هي. ليش؟ لأنه الأنوت لما حلينا بكل أمثلة الكتاب كانت بلتر. الأنوت بلتر. هون الأنوت كانت بير أرتست. النوت انجار ابرس. انجار ابرس كم حجمه؟ حجمه 4. معناته النوت تساوي اللي معطيني اياها 10^7. انا بدي بير لتر. بدي بير لتر. اللي ما حط هاي ما بطلع جواب معها اصلا. جواب بير لتر. تمام. اشوف كيف حليت. انا هاي ترك السؤال. البارتيكل بير لتر طلعتها. جي بطبق الباور على الفيسكوسيتي. على ايش؟ الفوليوم. الفوليوم 4 لتر دي كلها بالمتر مكعب فبدي اقسمها على تحويل بيطلع معي 4.03. الاوميجا قانونها هذا نوع وسط الانوات كله بير لتر. انا كل شيء بدي اياه بير لتر. معي كذا كي بيساوي 4 في هاي في هاي في هاي معي كذا. وايش هو السؤال؟ السؤال باتش رياكتور. ايش تطبق قانون باتش رياكتور؟ انا بتساوي انوت في اقوى ماينس كي في تي. باتش رياكتور قانونه باتش رياكتور اللي ما في انبوت ولا اشي بيطلع معي دي سي دي تي تساوي كي سي في. تذكروا كل كي سي بس البي راحت صح. فلما هي لما احلها تي تساوي سي نوت في ام و ماينس كي في تي صح راحت كل بس. كل السؤال فكرته كانت بالانوت. الانوت ما طلعها صح ما بيطلع الكي صح لانه ما راح يطلع الاوميجا صح. تمام. لما حول برضه مرة طلع الجي صح. السؤال كان فبطلع معه 5.5 × 10^5 بارتيكل لتر. كالسؤال إنه الأنوت أعطاني إياها بير أبرتس. أبرتس حجمه 4 مش 1. سؤال الكتاب سؤال السلايدات كان يعطيني إياها بالملي لتر. بير ملي لتر جاهز. قلت البارتيكل بير ملي لتر. أقصد يعني إذا أسئلة أجت أسئلة غير هاي. أقول كيف الأسئلة. تيجي. ولكن إن شاء الله خلصت جاب التريتمنت. لاحظت أغلب الأسئلة حفظ وأسئلة الحل إن شاء الله انحلت أغلبها واضح وبسيط في أي تريك فيهم. لو مباشر ما عدا سؤال البارتيكل راح يعني سؤال البارتيكل هذا السؤال لأنه قال لي بلاك فلوري أكثر. يعطيكم ألف